تحضر صورة الاعتداء على أمهات المختطفين أمام مقر إقامة مبعوث الأمم المتحدة بصنعاء لتؤكد غياب صوت الإنسان اليمني بمدنيته أمام صولة الأسلحة وصرخة حاملها. اعتدي عليهن في لحظة تواجدهن لمطالبة ولد الشيخ بسرعة الإفراج عن أبنائهن المختطفين في سجون الميليشيا منذ أكثر من عام. إنها الحرب منذ ألقت بظلالها الثقيل على المجتمع حتى انهارت القيم الجامعة، وأصبح للفساد الذي تمارسه الميليشيا قانون الغلبة. حرب تركت آثارها البليغة على اليمنيين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وضعفت معدلات الجريمة والبطالة والعوز. تعثرت محاولة اليمنيين التي تخلقت في 11 من فبراير وشكلت أهم حالة إنعاش للقيم الجامعة بين اليمنيين تحت لافتة اليمن والشعب والمدنية والتعايش، مرورا بالحوار الوطني الذي مثل أهم لافتة جامعة تحت قيمة خالدة، ممثلة بالحوار التي شكلت مخرجاته توازنا واعيا لكل أطياف المجتمع. تفاءل اليمنيون في الخروج من بوابة الحوار إلى باب الدولة الحديثة، لكن المفاجأة الأليمة هي انتهاء الدولة بجيشها ومؤسساتها بقبضة جماعة لا تؤمن بالتغيير ولا بأحقية الشعوب بنيل حريتها. تلك القيم الجامعة تعرضت لضربات قاسية وتجريف حاد منذ تحركت عربة الديناميت لميليشيا الانقلاب، والتي بدأت بالتهجير والتفجير وانتهاء بإغراق بلد كبير كاليمن في مستنقع العنف والفوضى، وصولا إلى هذه اللحظة الراهنة التي يشهد فيها اليمنيون أسوأ حالة انهيار للقيم الجامعة كأخطر مخرجات للانقلاب والحرب. فإلى جوار تجار الحروب ثمة تجارة أخرى طفت على السطح، هي تجارة المعتقلين والمختطفين وتجارة السوق السوداء وتجارة الحرب. يتساءل اليمنيون كيف سيتم ترميم ما أتلفته الحرب في مدنهم وأرواحهم، وقبل هذا يتساءلون متى ستنتهي الحرب ويتوقف غول الميليشيا.